سعيدة جدا اللي شاركت معاهم، وإن شاء الله ولو بالدور الصغير هذا اللي نعتبره أنا مساهمة، وهذه المساهمة اللي هي كذلك تكب في إطار يعني العمل الخيري، وإحنا كفنانين من واجبنا باش نتحدوا مع شعبنا ومع مرضانا. وشكرا. كانت فرصة ليا باش طلعت سيغسان، سيتي مون غاف، ونشكر أحمد رزاق هو اللي عطاني الفرصة، دار فيا الثقة الحمد لله، وراي جازت وإن شاء الله تكون عجبت الجمهور. فوالا. اليوم فعلا كما تفضلتم أنه اليوم هو ذكرى تأسيس المسرح الوطني الجزائري الذي يكون من كل عام في 8 جانفي. اليوم حضرنا العرض الأول للعمل المسرحي الثقافي الكبير بوستيشا لمخرجه الكبير أحمد رزاق، وهذا بمشاركة أكثر وأزيد من 170 فنان وتقني على ركح هذا المسرح الذي شهد مرور فنانين كبار ساهموا في ترقية الثقافة ونشر الوعي في مجتمعنا. اليوم هو دليل آخر أنه فنان الجزائري معروف بمواقفه وأخلاقه، وأنه يبقى عظيم ويبقى في طليعة المجتمع لترسيخ لقيم إنسانية عظيمة، ونشر ثقافة التطوع والتكافل الاجتماعي، لأن رعي هذا العرض اليوم ورعي العروض المقبلة غدا وبعد غد الاثنين هو يذهب إلى أطفال مرضى السرطان شفاهم الله. جيسيان لي كوريغراف وما يشبه، لي سينوغراف، لي كوستيميس، 200 واحد يشارك في هذا العرض في مدة 12 يوم لحقنا باش نديروا هذا العرض. وإذا ماركيتو بالك اليوم تذكرة كانت في معقولة، يعني 1000 دينار سي با شير. والشيء اللي جميل في هذا العمل كله أنه هذه المداخل تروح لي زونفو كونسير، أمراض اللي عندهم أمراض سرطان، باش نحسوا بخاوتنا. وميم طون سيت ان جيست للناس باش يقولوا بلي كي تجي تشوف عرض الفنان المحشي دايرها في جيبو، راح يمدها للناس اللي يستاهلوها. هذه من جهة، من جهة واحدة أخرى بور دير المسؤولين هذو تاوعنا إذا عطتونا الإمكانيات نديروا ما خير. شيء واضح. يعني سعيد بتواجدي اليوم في هذا العرض الأول اللي نقدر نعتبروه أول عرض في سنة 2022، إن شاء الله يكون بادرة خير. عرض جميل يعني من مستوى الفرجة بعدد كبير من الممثلين، باش 200 تقريبا ممثل على المسرح، المسرح بكل عمقه كان مفتوح لنا. نقدر نقول ممكن هذه أول مرة نشوف عرض بهذا الحجم على المستوى المسرحي. يعني كان في اون انتيليجونس، ذكاء بالتعامل مع هذا الموضوع، تسيير أدوات الإضاءة أيضا كانت موجودة بشكل جيد. أنا أعتقد أنه رغم مقارنة بقصر المدة اللي تحضر فيها العمل نعتبره يعني أنا ناجح بامتياز. بالتوفيق وإن شاء الله نلتقي في أعمال أخرى عن قريب. شرف لي اللي خدمت مع أحمد رزاق اللي هو ميتور اون سان كبير، وكما كانش عندنا بزاف الوقت كان عندنا جوست دي جوغ باش خدمنا هاد المسرحية كامل، وانا بوسي دونك انا بوسي جوغ انوي. جيسبر وصلت ميساج كبير اللي كنا حابين نوصلوه، ساشون كو هاد المسرحية راح تخدمت على أساس بينيفول، ودراهم لابيتري تاعها هما رايحين لاسوسياسيون تاع لي كونسيرو. مع جائحة الكورونا حبسنا بزاف بوندون قريب دو زون، حبسنا فيهم ما خدمناش، ما غلقوا لي كونسيرفاتوار، غلقوا لي بالي، غلقوا لي سال دو دونس، غلق كلش. مي بون انا با بيسي لي بغا، كملنا يعني التدريب في المنازل يعني ما بيناتنا، وسا غوبخون ان شاء الله.